هذا وتحرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الوطنية في إنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والخطط الأمنية التنظيمية واتباع المعايير الاحترافية، والذي يقام وسط إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة. تحرص وزارة الداخلية عبر كافة قطاعاتها لإنجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم لمكافحة جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من الكفاءة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة. بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين سباق الفورمولا 1، شاركت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الإدارات المشاركة في تأمين هذا السباق، وتم وضع الخطة الأمنية من خلال نشر الدوريات المتحركة على الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية ومواقف حلبة البحرين الدولية، بالإضافة إلى الدوريات الراجلة والدوريات خدمة المجتمع اللي بتكون داخل النطاق الداخلي لحلبة البحرين الدولية. أيضا تم عمل العديد من البروفات الأمنية اللي الحمد لله تكللت بالنجاح. أيضا يكون لنا هناك مشاركة في غرفة العمليات المشتركة مع مختلف الجهات الأمنية، وأيضا كالمعتاد بتم تفعيل نقطة تلقي البلاغ الموجودة في الساحة الداخلية لحلبة البحرين الدولية. ونظرا للظروف والأوضاع الصحية الحالية، نتمنى من جميع مرتدي حلبة البحرين الدولية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. قامت الإدارة العامة للدفاع المدني باتخاذ كافة الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية لتأمين وحماية الجمهور والفرق المشاركة ضمن فعالية سباقات جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1، من خلال تفعيل المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات وتطبيق خطط الطوارئ الخاصة بهذه الفعالية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإسعاف الوطني وأمن الحلبة، حيث تم عمل مسح ميداني لمتطلبات السلامة في جميع مرافق الحلبة وتغطية القطاعين الداخلي والخارجي للحلبة بما يقارب 100 ضابط وفرد لتحقيق سرعة الاستجابة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله. أعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية مرنة لسباق الفورمولا 1، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل عملية الدخول إلى حلبة البحرين الدولية. وتهدف هذه الخطة إلى تأمين السلامة المرورية في جميع شوارع مملكة البحرين بما فيها الطرق المؤدية إلى الحلبة. وتدعو الإدارة العامة للمرور لجميع السائقين الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتباع التعليمات من رجال الأمن والمرور وموظفي حلبة البحرين الدولية. وصول البضائع للفرق المشاركة وتسهيل تسليمها حق الفرق المشاركة وتكون بأسرع وقت ممكن، فدائما نكون عدة فرق في كل منفذ فريق، وهني فريق الأساسي بيكون هني اللي هو حق يستلم البضائع ولوازم السباق مال الإف 1، يعاينها ويسلمها حق المشاركين في نفس الوقت. السنة استحدثنا أفق لايت اللي هو يسهل العملية، الحين أي جهاز محمول في يدك تقدر تدخل على ذي أفق لايت ذي النظام وتعاين البضاعة في ثواني معدودة وتسلمه. ودائما احنا نتواصل مع الجميع الموجودين في حلبة البحرين الدولية، نقدم ما نحن نطمح فيه والمشارك ما يطمح فيه من التسهيلات. وهكذا وعلى مدار أيام السباق تبذل وزارة الداخلية أفضل خدماتها على الصعيد الأمني والتنظيمي لإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي أثبتت من خلاله قدرتها على تسجيل قصة نجاح باهرة أكسبت مملكة البحرين مكانة دولية مرموقة.